كيفك انت وسامي؟ كثير منيح، منحب بعض كثير وصار عنا ولد. انا وليال اجينا بنت، ما بعرف اذا بتعرفي. طلال انا ما بعرف عنك شيء، ما بيهمني اعرف. قلي شو بدك مني. فرح، انا ندمان على اللي عملته فيكي. غلطت غلطه كل حياتي ما رح سامي حالي عليها. ندمك ما بيهمني واعتذارك ما له قيمه. اذا ضميرك عم يواجعك ارتاح، انا من ميلتي نسيت كل شيء. اشتاق له لسامي، ما بعرف اذا بيقبل انه احكيه وشوفه. صدقني ما في يسوى بلا ما تلبكه وتلبك حالك. كيف هو؟ كثير منيح، احواله باللاج وماسك احسن مشاريع بالبلد وصار اسمه كثير معروف. بيستاهل، سامي طول عمره نظيف وشاطر وبيعرف يتصرف صح عكسي انا. ما بعرف كيف تخليت عنك هيك. الشيء الوحيد الحقيقي بحياتي. لا بتعرف، بتعرف كثير منيح. انت اللي اخترته وما حدا جبرك. مزبوط، طلعت غلطان. انا رح امشي، تاخرت. كنت حابب اشوفكم، مشتاق اقعد انا وانت وسامي مثل زمان، نضحك نسمع موسيقى ونطلع نسهر. شو بقى؟ فرح بليز، انا بحاجه كفر عن اللي عملته معك. حس انه لازم اعمل شيء. فيك تعمل شغله وحده، تطلع من حياتي، لانه انا هلا عن جد مش ناقصني. كرمال هيدا خربتي بيتنا؟ كرمال هيدا اللي باعك بفرنكين ومشي؟ سامي خليني افهم. استسكت ولا كلمة! ها؟ صار لي سنة مش عم نام لا ليل ولا نهار، امشي اطلع بالسيارة. سامي خليني افهم. اسكت ولا كلمة انت! انت اسكت ولا كلمة، اطلعي يا شوف. قلت لك اطلعي. قلت لك اطلعي ايدي! خلص! خلص! انت ارجع لورا! روش! انت ما خصك فيها! خلص! ارجع لورا! روح! خلص! صار لي سنة ونص عم كذب على حالي، قلت تعبانه مكتئبه ويمكن مريضه كمان. ما في حدا مريض بهالبيت غيرك، لحق من محل لمحل مثل المجنون. ليك انت عيلك عم تحكي بعد اللي صار وبعد اللي شفته؟ شو هو اللي شفته؟ شو هو اللي شفته؟ فسر لي. ها؟ هي أول مرة بشوف صورة وجهه لطلال، دق قال لي تيعتذر مني، وتيظبط القصص بينك وبينه على المشتاق لك قال. بس هيك بدو يشوفني ليه ما اتصل فيي أنا؟ ما بعرف. اتصل فيكي أنت؟ ما بعرف. سأله لإله مش أنا. ما راح أسأله لأنه أنا اللي بعرف. أنا اللي بعرف وأنت كمان بتعرفي. هو بعده بحبك وأنت كمان بتحبي. إيه لا، أنا ما بقى عايش بهذا البيت مع واحد مجنون مثلك ولا لحظة، ولا لحظة. لك حاجة تكذبي على حالك وتكذبي علينا، لك حتى أهلك ملاحظين عليكي، كل يوم الصبح بتروحي بتحطي ابنك عندهم بتملي لآخر الليل، ما حدا بيعرف وين كنتي. لك حتى أختك، أختك نور لما عرفت إنه طلال موجود هون ببيروت، جن جنونة. نور؟ شو قالت لك كمان الست نور؟ قالت لي اللي شفته بعيوني. شو بكي؟ شو بكي؟ طلعي هون! لك باعك ودعس عليك بصرميته، بس انت ما عندك مشكله لانك وحده بلا كرامه. وكيف قبلت تبقى معي اذا هيك؟ الا اذا انت اللي بلا كرامه. وعلى فكره هذا الكف يلي سفقتني يلي مفكر انه عملك رجال، لا خليك تندم عليه كل حياتك سامي. هلكتني بابا، حطهم هنيك، صفهم وضرب الطابع عليهم. يلا 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 بسرعة. ما ردت عليكي؟ صار لي من الصبح عم دق لها ما عم ترد. شو هالقصة هي؟ مين يا
خذ بابا خذ. في طابة. سامي مسكر تليفونه كمان. أكيد متخانقين. أنا آخر مرة شفتها فيها ما كانت منيحة أبدا. كيف يعني ما كانت منيحة؟ فل دولك. مو بعرف. فل دولك. هات بابا. فل دولك. يعني غير العادة؟ صار دورك كبو. يس. دورك أنت. طب هلا بعد شوي بجرب حكي سامي، إذا لسه مسكر خطه رح حكي نور. نفس الشيء أكيد يعني متخانقين. كالعادة. بابا بعد عن الطاولة. مسكر خطه. أعطيني الطابة هات. ألو كيفك نور؟ أنا جاد النقيب جاد، حابب أطمن عليك بس إذا صرتي أحسن. أحسن ميرسي، كان بدي فوت نام هلأ. أوه بعتذر منك، خلص رجعي كفي نومتك بنرجع نحكي بعدين. ما تعتلهم أصلاً مش جاييني نوم. والله أنا كمان ما إجاني نوم، فتحت التلفزيون بعترضي فيلم بنعس ما زبطت معي. شرب لبن بتنام دغري. لبن؟ ايه مزبوط ما فكرت فيها هاي. هلا بشوف اذا عندي. على كل حال انا اتصلت حبيت اطمن عليك، وانت اذا بدك تحكيني ما تترددي. اوكي؟ يلا تصبح خير. باي. قلي شو صار معك مع نور حبيب؟ رحت لعندها امبارح ودردشنا شوي. أنا برأيي ما في داعي نلحقها بقى، ما رح نوصل معها لشيء بخصوص تبييض الأموال. ايه؟ ليش ما رح نوصل معها لشيء؟ لأنها بنت مسكينة، ما عندها شيء تخبيه. ايه وبالنسبة للسيارة الجديدة الآخر موديل يلي اندفع حقها كاش وركبتها فجأة؟ سألت هذا السؤال سيدنا. طلع كريم هديها هيدي السيارة. يعني نوع من جبران الخاطر كونه بده يخطب بعد أسبوع. صاحبنا عم بجرب يجبرها قبل ما يكسرها. هلا هي خبرتها كل هالتفاصيل؟ هلأ ما بنكر، زركتها شوية بالأسئلة. شو هيئتك بلشت تتعاطف معها؟ لا سيدنا، منه تعاطف يعني، بس حاسسها صادقة عنيتها، ما عندها سبب لتكذب. كيف منيح حالك؟ أحسن. من بكرة رح أبدأ أنزل على النادي، كنت عم فكر سكره بعدين غيرت رأيي، قلت لا خلص خليني عم بشغل حالي بشي يلهيني وإنه برد بشوف العالم. برافو عليك، نادي كتير حلو كان عم يشتغل كتير منيح، مش لازم يبقى هيك سايب من دون إدارة. هو هيك. إذا بتعوزي أي شيء، محاسب، محامي أو حتى تصليحات قوليلي. بجوز بده شوية تصليحات، بس بالنسبة للحسابات وباقي القصص خلص الشركة عم تعملها من يوم الحادثة. مين ها؟ سوار. أهلا طلال، كيفك؟ كيفك سامي؟ ماشي ماشي. يا حسابي إذا بتريد. طلال الحاج. لينا الباشا. لينا العطار. تشرفنا. طيب أنا انبسطت إنه شفتكم. يلا بالإذن. هذا مو. إي هيدا هو. يلا خلينا نمشي. ام بلا، اصلا انا وعد البيبي ستر على الساعه 11. رحلت ولا البنت ولا بعد عن حمايتك؟ لا لساتها عند ماما صباحا متساعده بالولاد. حساب مدفوع. كيف يعني مدفوع؟ مسيو طلال دفع الحساب. كيف دفع الحساب؟ ليش مين بيكون مسيو طلال يدفع لي الحساب؟ سوري بس مسيو طلال بيكون صاحب المحل.
طلعي لي الليست اللي كتبتيها هلا بنقعد انا وياكي وبنحط رقم مبدئي للتكلفة. اوكي مدام. مدام لينا أنا جاهزة. مو هون. وبكره حسابك مع النيابة العامة أنت ها؟ كيفك نور؟ منيحة ماشي الحال. أحسن اليوم؟ أحسن، مرسي. كنت عم فكر بركي نتغدى مع بعض إذا وقتك بيسمح لك. إذا عبالك يعني. قلت لك عم بتضيعوا وقتكم معي. صدقني. كل شيء بعرفه قلت لك عنه. لا لا هيدي العزيمة ما لها علاقة بالتحقيق. حابب نقعد هيك ندردش نحكي لنا كلمتين. شو رأيك؟ طيب اوكي. ايه عرفته. عتلاتي احسن بس. اوكي باي باي. حضرتك مجوز ما هيك؟ نعم. مبسوط؟ ليه عم تسألي هالسؤال؟ يا الله غريبين انتو رجال. إذا ما بقى عندك شعور تجاهها اتركها تفل تكمل حياتها تبلش حياتها. ليه عم تحكي هيك؟ يعني أنا بعتقد إنه ما مفروض تكون معي هون هلا. ليش لا؟ لما شفتك آخر مرة زعلت كثير و كنت حابب نتغدى سوا وندردش. وين الغلط بالموضوع؟ مرتك بتعرف؟ ما مهم. بس جد ميرسي كثير على الغدا وعلى تعاطفك معي. بس اثنيناتهم ماني بحاجة لهم. دقيت ليه؟ شو وينك سامي؟ من الصبح عم دق لك تليفونك مسكر، وينك؟ ما بعرف والله عملت خناقة كثير كبيرة مع فرح. ايه شو الجديد؟ هالمرة غير شيء. ايه روق روق سامي روق. لا لا تحكي لي هلا على التليفون. ما بنحكى هيك شيء على التليفون. خلينا نشوف بعض ونحكي، أنت وين؟ سيارتي. طيب أنا رح أطلع من المكتب ودق لك. ماشي سلام. اسألي بنتك شو صار؟ هي بتخبرك. شوفي لك كيف وقفة هيك كأنه هي ما عملت شيء. راح مخبرته لسامي انه طلال هون بلبنان وانه في شيء بيناتنا. اختي اختي من لحمي ودمي بلا ما تدافع عني. ما عم صدق ما عم صدق. انت شو؟ لحظة. أول شيء أنا ما حكيت عنك ولا شيء. تاني شيء قلت له بس انه طلال هون
وتالت شيء وهي إذا شيء هي تصرفاتك اللي خلته يشك فيكي. بعدين سامي ما عنده حدا يحكي معه. فمنيح اللي بتعملي؟ أنت شو بتعملي؟ بتزيد الزيت على النار؟ بتتهميني بطلال؟ مجنونة أنت؟ جنيتي صار لك شيء؟ أنا ما اتهمتك هيك، أنا ما اتهمتك هيك، أنت كنتي مع طلال. شو بدي أقول لك؟ برافو. أنت وسامي يعني تليفونات على نار، ما بعرف شو بدي أقول لك. فهمي اللي بقى لبنتك عم تعمل هيك؟ فهمي منها شيء؟ مزبوط هيدا الحكي؟ إيه مزبوط، إيه هيدا الحكي مزبوط. بس أنا ما قلت له إنه في شيء بينه وبينه، قلت له إنه هو هون وبس. أنا ما دخلني إذا هو لحقك وكمشيك. أنا شو عملت لك تتكرهيني هالقد؟ شو عملت لك تتكرهيني هالقد؟ فسري لي، شو عملت لكم كلكم؟ شي مرة قصرت بحقكم؟ شي مرة قصرت بحقكم؟ هيدا اللي همك. إذا عم تحكي عن المصاري أو كم شافت تسير لي عطيتيني إياهن، ما بدي منك شي. ولا معلوماتك بدي روح أشتغل تبدل لك كل اللي رافضتها منك. جنك وحدة تافهة. سامعة؟ سامعة حكيها لبنتك؟ نور فوتي عوضتك. نور سمعتيني شو قلت؟ سمعتك سمعتك. فوتي عوضتك. أكيد ما في شي بينك وبين طلال؟ أنت كمان جنيتي ماما؟ أنت كمان؟ لك أنا ما بقى أتحمل ولا حدا منكن، ولا حدا. لوين رايحة؟ فيلي مقبورة فيلي، لوين بدي روح فيلي؟ لك لوين؟ فرح؟ 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 لك ارجعي يا فرح؟ ما تعرف حالي شو لازم أعمل. كل الوقت حط له على الزهر بلا طعمة. طيب سامي طيب. بس أنت صار لك ساعة عم تحكي ولهلأ أنا ما فهمت شيء. صاير يعني شيء جديد؟ ليش متخانقين؟ باللحظة اللي حسيت إن الأمور عم تزبط بيني وبينها، هيك فجأة بيطلع لي طلال، بيطلع بوجهي هيك فجأة. مين طلال؟ طلال حبيبة القديم، ما بعرف يمكن حبيبة جديد. ومين بيعطيه حق أصلاً إنه يتصل فيها ويحكي معها ويشوفها وهو بيعرف إنه هي مجوزة وعندها ولد؟ إنه شو هالحيوان هيدا؟ شو هالحيوان اللي بيقبل يحكي مع مرة مجوزة؟ وطي صوتك، وطي صوتك مشان الناس. بعدين يعني أنا مستحيل مستحيل شك للحظة إنه فرح ممكن تعمل هيك شيء. يعني أكيد معك حق، ما بيصير طبعاً تروح تشوفه، هذا شيء أكيد 100%. بس ما بعتقد إنه الموضوع هو أكبر من هيك، يعني القصة هون وبس. انت هلا عم تحكي هذا الشيء لانك مش قاعد محلي، بس حط حالك محلي وشوف، اكيد رح تحكي بغير طريقه. اكيد. وين فرح هلا؟ ما بعرف ما بعرف، يمكن تكون عند اهلها، يمكن ما هيدا الحيوان طلال. خلصنا بقى يا زلمه شباك. خلاص سامي، بتضل مرتك، ليش هيك عم تحكي عليها؟ عادي، مشاكل بتصير بين اي رجال ومرأة، بتتخانقوا وبتتصالحوا وبتتصالحوا وبتتخانقوا، عادي يعني. بعدين انا قدامك، انت يمكن اكثر واحد بيعرف. كل كم يوم انا ولينا عنا حفله. عمير انا بدي هذا الحكي اللي صار بيناتنا ما حدا يعرف فيه، يعني نحن بس حكيناه بين بعض بس، يعني مشي؟ طبعا طبعا. Thank you.
بدك نقعد هون؟ اهلا وسهلا مدام لينا. هلا فيك. يعني بما انه رجعنا شفناك عندنا مره تانية فاكيد عجبك المطعم. الحقيقه هي ساره اللي اصرت انه نيجي لهون، يبدو انه هذا مطعمها المفضل. ايه طبعا هذا مطعمي المفضل، انا على طول بجي لهون. اهلا وسهلا. بس هذا مو معناته انه مو عاجبني. هيدا من ذوقك. يلا لحظه والويتر بيهتم فيكم. شكرا. سوري مدام لينا، يمكن انا بعدني جديد وما بتعرفيني، بس انا اسمي علا مش ساره. حبيبتي انا اسفه بعتذر، بس لانه الشغل كله لفوق راسي فمتشوشه شوي. ما يهمك. خلينا نبلش بالورقه. بس ممكن يضل اسمك ساره اليوم؟ هي ما في مشكله ابدا. اهلين. مساء الخير. بعرف الوقت مأخر، بس في كلمتين حابب اقول لك اياهم لو بتسمحي لي. طبعا على الباب. تفضل. يلي قلتي لي اياه اليوم مزبوط، وصراحه ما عندي جواب عليه، بس يلي بقدر اقول لك اياه انه انا جربت كثير مع مرتي كرمال تزبط الامور بيناتنا. يعني عملت كل شيء ممكن ينعمل، في اشياء ما بتخطر على بالك كمان عملتها يعني، بس انا كمان بدي اعيش نور. يمكن انت ما مرقتي بهيدي التجربه بعد. بيجي وقت بالزواج بتقولي لحالك خلص ستوب، على القليل لما تبقى من كرامي عنده للواحد. يعني مش بس بالزواج، انا كان قصدي انه يزبط مزاجك مش يتعكر. يبدو متوفقت. لا لا انت ما خصك. شو بتحب تشرب؟ شاي، قهوه، عصير؟ ما بدي اخرك. ليه هالقد مطول؟ شو بعدك عم تشتغلي لهلا؟ بكره 18 شهر، يعني مناقشة الثيسس. كنت ناسي؟ لا ما نسيت، كيف بدي انسى؟ بدك تروح معي على الجامعة ما هيك؟ اكيد. اليوم وصلتني أول كابي، هي أول صفحة. اهداء باسمي؟ ليه متفاجئ؟ لا مش متفاجئ، بس بالعكس مبسوط. هلا انت استاذ جاد، انه زعجتني شوي وضايقتني، بس الك الفضل الكبير. ميرسي جاد. دوريا. ألو؟ أهلين سامي. شو أخبارك؟ منيحة تمام، في شي؟ لا أبدا ما في شي، بس أنا عم بتصل حتى أطمن عليكي. شو عم تعملي؟ ولا شي، تعبانة كتير عم فكر ومنام. طيب ماشي، يلا نحكي بكرة. أوكي باي. الله معك، مع السلامة. الو، سمحت لحالي اتصل فيكي باعتبار اني قبلت الفريند ريكويست تبعك. والله الحقيقه هو مو كل حدا بيقبل الفريند ريكويست تبعي مسموح انه يحاكيني. اذا زعجتك بسكر. لا ابدا ما زعجتني بتليفونك،
زعجتني لما عزمتني للمرة الثانية. ايه بس هيدي أول مرة بعزمك. بالحقيقة العزيمة الأولى كانت لسامي. بتمنى إنها تكون آخر مرة لحتى ضلني أجيب راحتي. خلص وعد، هيدي آخر مرة بعزمك فيها. أنت مرة قوية. قوية؟ ليه؟ لما قلتي لي إنك لينا العطار مش الباشا. إيه بس مزبوط هذا هو اسمي. بعرف. صار لك زمان أخذ المطعم؟ شو طمنيني كيف الشغل؟ تمام، عم نصلح وننظف. تحس صار بده كله صيانة كاملة. كنت عطلان هم اجي هون، كنت خايف اتذكر اشي ما بدي اتذكره، بس لما فتت ما حسيت بشي. الحمد لله عم يصير احسن. نيالك انت على القليلة ما عاد في شي بربطك بالماضي، اما انا لساتني مربطة. القصة بايدك. يمكن صرت جاهزة اروح على المحكمة واطلب الطلاق. يمكن احسن. شو عامل الجمعة؟ المساء. ليش؟ عم فكر اذا ما عندك شيء بركي نقدر نتعشى سوا وبعدين نحضر فيلم سينما. في فيلم بالسينما كثير حلو اسمه ذا شيب اوف ووتر. في فيلم ثاني كوميدي كمان. والله بتعرف سامي انا على الاغلب يوم الجمعة بدي اسافر على الشام. وامتى بترجعي؟ ما بعرف، على الاغلب للتنين. خلص بنخليها الاسبوع الجاي. طيب انا مضطر اني امشي لانه في عندي موعد مع كريم بالمكتب. بدك شيء؟ لا سلامتك. اسمعيني هلا بالحك، اسمعيني شوي. تعطيني الحساب بليز. خذي ابنك ورجعي على البيت فرح بسرعة. بسرعة. اوكي. انت كيف بتقلها لفرح انه انا اللي خبرتك عن طلال؟ كنت معصب ومش قادر اشوف قدامي، شو بعمل يعني؟ ما كان لازم تقلها سامي، ما كان لازم تقلها هلا، يمكن بحياتها ما بقى تحكي معي. انا بعتذر، عن جد بعتذر، بس ما عم بعرف شو لازم اعمل، ما عم بعرف. وينها هلا؟ هي رجع على البيت هلا، لقاها عامر وانا. وعامر كيف وصل لها؟ شغل حدا من موظفينه ودور عليها ولقيوها بأوتيل بالحمرة. ما قلتي لي شو الموضوع المهم اللي بدك تحكيني فيه؟ بدي اشتغل، فبدي اياك تحكيني مع عامر او ابن خالتك كريم يشوفوا لي الشغله بالشركه عندهم. هلا وقتها نور؟ هلا وقتها؟ سامي امتى وقتها بس تخلصوا خناقاتكم؟ طيب ماشي، بسيطه بسيطه، بس اقول لك وبخبرك. صباح الخير استاذ. هلا صباح النور. استاذ تروقت او بتتروق معنا؟ لا لا تروقت. استاذ بك شيء؟ لا ابدا ابدا. عن اذنك. شهادي بالجردوري. اف من هلا بعده صغير. طيب شو سامي بيرضى؟ يجي يشتغل عني وبلا الجردوري.
انت امتى رح تتصالحي معه؟ اكيد هالمره ما رح نتصالح. فرح انت لساتك بتحبيه لطلال؟ مشكله بيني وبين سامي مش طلال. طلال ما صار له جمعه هون، سنة صار لي سنتين عايشة بجهنم مع سامي. ولا ما بحبه لطلال. المهم الجالري تبع كنان بتاخذ اولاد من عمر شادي؟ ايه طبعا اكيد، بكره بننزل انا وياكي ونسجله، هيك بصيروا كنان وشادي بنفس المدرسة، على امل انه يطلعوا اصحاب مثلنا. علاقتنا بأولها كانت مهضومة، كنا مبسوطين سوا، بس هلا إذا عم تسألي عن الحب تبع الإخوات والأوفر دوز مشاعر وقصص من هالنوع، لا هودول ما عشتن مع ليال. عشتن مع فرح؟ امبارح حكينا ساعات مع بعض على التليفون، ما جبتي سيرتها مع إني كنت ناطر. لأنه ما بتهمني وما بدي ضيع وقتي بالحكي عنه. يعني هلا بدك تضيعي وقتك فيها؟ خلص إذا ما بدك بلاها. لا لا عادي عادي بحكي. أنا وفرح إيه عشناه لهيدا الحب الروعة المجنون. بس إجت لحظة عملت ستوب وقررت إنه أنفض بريشي. بس بعرف شو بينحكى، إنه أنا تركتها ورحت اتجوزت وحدة مع مصاري وقصص من هالنوع، بس مش هذه الحقيقة. شو يلي بيخليك تترك وحدة حبيتها كثير؟ لأني حسيت إنه بالضبط. هلا فرح بنت حلوة مهضومة وطموحة، بس مش إنه تكون مرتي. إلك زمان هون؟ معك سيجارة؟ تعال جيب شوية أغراض من الضيعة على البراد. شوف لك شي شغلة هونيك، طعمها دجاجات. هذا لا بيسمع ولا بيحكي ولا بيشوف إلا بإذني. خلينا نرجع. Yeah.
Ha, ha, ha.